ولنقاش تفاصيل التفجيرات التي وقعت في ساحة الطيران ببغداد اليوم، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. كيف يمكن قراءة الانفجارين المتتاليين في ساحة الطيران ببغداد ولذين أوقع حصيلة كبيرة من القتلى والجرحى؟ بداية الرحمة للشهداء ودعاءنا لله سبحانه وتعالى أن يشافي الجرحى شفاء عاجلا، وعزائنا للشعب العراقي على هذا المصاب الكبير. قبل أيام أعلن السيد وزير الخارجية الأمريكي بأن إيران هي داعمة للتنظيمات الإرهابية بما فيها داعش، وإيران مثلما تدعم الميليشيات أيضا هي تدعم التنظيمات الإرهابية في آن واحد لهدف واحد، لكن الآلية قد تجوز مختلفة. هذا التفجير مع هذه الرسالة، مع وجود أول يوم من استلام بايدن السلطة في الولايات المتحدة، لها عدة رسائل، ثمنها هو يدفعه الشعب العراقي من الأبرياء المدنيين الذين لا حول ولا قوة لهم. فهناك رسائل خارجية وهناك أيضا رسائل داخلية تشمل قضية الانتخابات، وكلما قربت الانتخابات بدأت هذه التفجيرات التي اعتاد عليها الشعب العراقي، وكأنما هي الغذاء للمشاريع السياسية القذرة، سواء الطائفية منها أم المشاريع الأخرى. هذا هو الغذاء الذي يعتاشون عليه، يتغذون منه، لا يمتلكون مشاريع وطنية تنموية تحمي الشعب العراقي وينمو بها سوى هذه المشاريع. كلما قربت الانتخابات بدأت التفجيرات ويكون ضحيتها الشعب العراقي البريء. لهذا السبب أيضا المنظومة السياسية تتحمل الجزء الأكبر من هذا التفجير وهذه الضحايا. أستاذ حسين، كيف يمكن تفسير هذه التفجيرات بالأحزمة الناسفة بعد أن توقفت لفترة؟ يعني أولا التفجيرات بالأحزمة الناسفة هي ليست بالصعبة على أي إنسان أراد أن يفجر نفسه، لأنه هذا قرار شخصي، إنسان يصل إلى هذا مثل هذا القرار ويستطيع. هذه قضية صعبة جدا ضبطها، لكن المشكلة ما هي الأسباب التي أدت إلى مثل هذه التفجيرات في هذا التوقيت؟ هذا الأسباب أعتقد سببها المنظومة السياسية وسببها إيران، تتحمل المسؤولية الأكبر على كل تفجير وكل قطرة دم تزهق في العراق، تتحمل مسؤوليتها إيران والاحتلال عموما. أما استخدام هذه التفجيرات لمشاريع سياسية أو للاستثمار السياسي، هذه هي وضاعة وقذارة ما بعدها قذارة. ما مدى خطورة هذا التحدي الأمني في الظروف الراهنة، خاصة مع الغضب الشعبي المستمر تجاه الحكومة والعملية السياسية ككل وشركائها؟ يعني هو كلما طالب الشعب بحقوقه السياسية والمدنية والإدارية تظهر مثل هذه التفجيرات لكي يسكت هذا الشعب ويتراجع عن مطالبه. هذه واحدة من أهم الأهداف التي تريدها الحكومة والكتل السياسية الحاكمة، لأن هي تدرك قد أفلست وفقدت حاضنتها لدى الشعب العراقي، ولا يمكن أن أحد أي مواطن أن يفكر في إعادة انتخاب مثل هذه الكتل. فبالتالي لابد وجود مثل هذه التفجيرات التي يدفع ثمنها الشعب والأبرياء، لعله يعيدون شيء من حاضنتهم. ولن تعود هذه الحاضنة، اليوم الشعب العراقي على وعي عالي وتام، يدرك أن هذه التفجيرات أسبابها، وإن كانت داعش نفذتها، لكن السبب الرئيسي هو النظام السياسي والتدخل الخارجي الإيراني والأمريكي في العراق. نعم أستاذ حسين، إذا كانت هذه التفجيرات تأتي نتيجة الصراع الداخلي وانعكاسات الصراعات الخارجية على العراق، لماذا تستهدف المواطن العراقي ومن يستفيد من استهداف هؤلاء المدنيين؟ هذه الأحزاب وهذه الكتل استهدفت الشعب العراقي منذ مجيها عام 2003 وإلى الآن، لأنها لا تملك مشروعا وطنيا يوحد الشعب العراقي، لا تملك مشروعا تنمويا ينمو فيه المال العراقي وأبناء الشعب العراقي، فهي لا تمتلك سوى هذه المشاريع القذرة، بل هي أداة لتنفيذ هذه المشاريع الخارجية، هم أدوات لتنفيذ هذا المشروع. وهذا المشروع يجزم اليوم الشعب العراقي بأنه خلفه الاحتلال وإيران في الشعب العراقي.
شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.